السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في افتتاح أعمال المؤتمر الثالث لهيئة علماء المسلمين في العراق الذي ينعقد تحت شعار منهج وعمل. مرحبا بالأساتذة والمشايخ الفضلاء ضيوف شرف هذا المؤتمر، كل باسمه وصفته. وحيا الله الحاضرين من أعضاء الهيئة ومؤازريها ومحبيها وكل من ينتمي إليها موقفاً وقضية. خير ما نفتتح به مؤتمرنا هذا تلاوة مباركة طيبة لآيات من كتاب الله العزيز يتلوها بيننا الشيخ عبد المنعم البدراني، فليتفضل مشكوراً. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. جزا الله خيرا الشيخ عبد المنعم البدراني على هذه القراءة الندية، نسأل الله تعالى أن تكون في صحيفة أعماله. دامت التجمعات والاحتفالات والمؤتمرات على الاعتناء كثيرا بالترحيب، فهو حق من حقوق الحاضرين على القائمين بأعمال هذا المؤتمر. ولذلك انتدب الشيخ الدكتور يحيى الطائي الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين ليلقي عليكم
تحية القدوم بكلمة موجزة يعلن فيها هدف هذا المؤتمر، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة العلماء، رؤساء الهيئات والروابط العلمائية الأكارم، السادة الضيوف الأفاضل، الإخوة أعضاء مجلس شورى هيئة علماء المسلمين في العراق الأعزاء، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غمرت قلوبنا فرحة سعادة كبيرة وفرحة بوجودكم بيننا في ظل المؤتمر العام الثالث لهيئة علماء المسلمين في العراق، والذي ينعقد تحت شعار منهج وعمل للمدة من الرابع إلى السادس من تموز لعام 2019، والذي سيتم فيه مناقشة مسيرة هيئة علماء المسلمين للمرحلة الماضية وما تم إنجازه فيها، ووضع الخطط للدورة الجديدة للهيئة، فضلاً عن إجراء انتخابات الأمانة العامة والأمين العام. أرحب بكم أجمل الترحيب، واسمحوا لي باسمكم جميعاً أن أعلن افتتاح أعمال المؤتمر العام الثالث، وأتقدم بخالص الشكر والامتنان والعرفان إلى تركيا دولة وحكومة وشعبا. أكرر شكري لكم لحضوركم وتشريفكم لنا في هذا المؤتمر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن بطاقة فيلمية نعرضها الآن على حضراتكم، تتولى استعراض مسيرة الهيئة خلال 16 عاما، فلنتابع معا. هيئة علماء المسلمين جهد وطني عراقي، تأسس بعد احتلال العراق عام 2003 للقيام بواجب الوقت بالتصدي للاحتلال ومشاريعه السياسية والعسكرية، والعمل على تثبيت الناس وتعزيز مواقفهم الوطنية. وتقوم الهيئة بجهود مكثفة في شتى مجالات الحياة، الشرعية والسياسية والإعلامية والثقافية والإغاثية والحقوقية، ويتمثل واجهة عراقية خالصة تعمل على تخفيف الواقع المؤلم الذي يعيشه العراق والعراقيون. وللهيئة فروع في العراق تعمل بواجهات متعددة، ومكاتب خارجية في الأردن وتركيا وقطر، وممثلية في ماليزيا، فضلا عن مكاتب سابقة في سوريا ومصر واليمن. ولها صلات متينة مع كثير من الروابط العلمية والهيئة الشرعية والمؤسسات والجامعات في البلاد العربية وغيرها. ونشطت الهيئة في الجانب السياسي على صعيد العمل لجمع كلمات العراقيين لإيجاد الحل المناسب لإنقاذ العراق من مآسيه. وقد قامت الهيئة بالتعاون مع كثير من القوى الوطنية بعدة مبادرات سياسية، وصاغت مواثيق ومشاريع وطنية على مدى سنوات لهذا الغرض، من أبرزها مشروع جدولة انسحاب الاحتلال المقدم للأمم المتحدة في عام 2004، المؤتمر التأسيسي العراقي الوطني عام 2004، مؤتمر الوفاق العراقي في القاهرة عامي 2005 و2006. إن هذه المبادرة من الأهمية بمكان، لأنها تمهد لأول لقاء جامع بين القوى العراقية المختلفة في مواقفها ونظرتها من الاحتلال وما ترتب عليه. وثيقة مكة المكرمة عام 2006، مشروع العراق الجامع عام 2015، الميثاق الوطني العراقي عام 2019.
في نصرة قضية فلسطين علنا نصر قضايا الأمة الأخرى. فضلاً عن جهودها الخارجية في سبيل نصرة قضايا الأمتين العربية والمسلمة، ولها في هذا الصدد جهود مشتركة مع الجمعيات والهيئات والروابط الفاعلة، ومشاركات متواصلة في المؤتمرات والمبادرات المختلفة في هذا المجال. وتأتي في مقدمة اهتمامات الهيئة الخارجية قضية فلسطين والقدس لمركزيتها في ضمير الأمة، والقضية السورية التي تعد هماً عراقياً سورياً مشتركاً لخصوصية العلاقة بين الشعبين، فضلاً عن قضايا الأمة في مشارق الأرض ومغاربها من منطلق موقفها المبدئي والأخلاقي. وللهيئة في سبيل تحقيق أهدافها وسائل كثيرة، منها أكثر من 40 منصة إعلامية: مركز الأمة للدراسات والتطوير، مركز الرافدين للدراسات الاستراتيجية راسام، قناة الرافدين الفضائية، مجلة حضارة الفصلية للبحوث والدراسات وصحيفة البصائر الإلكترونية، جمعيات إغاثية ناشطة وفاعلة داخل العراق، مؤسسة البصائر للدراسات والنشر، سلسلة إصدارات الهيئة التوثيقية والعلمية المتنوعة التي صدرت عنها عشرات العناوين. وتضم الهيئة حالياً 12 قسماً متخصصاً لتسيير أعمالها، وهي: القسم الاجتماعي ويقوم بالأعمال الآتية: كفالة الأيتام، مساعدة المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة والأسر المتعففة، متابعة أحوال عائلات شهداء الهيئة ومعتقليها ورعاية شؤونهم. القسم الإداري ويقوم بالأعمال الآتية: تطبيق النظام الإداري للموظفين في أقسام الهيئة المختلفة، رفع التقارير الدورية لمكتب الأمين العام المتعلقة بسير الأعمال في الأقسام، إعداد الجداول الإحصائية والتقارير والوثائق. قسم الإعلام ويقوم بالأعمال الآتية: إدارة الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة علماء المسلمين الهيئة نت، إدارة منصات التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك وإنستغرام وتليجرام ويوتيوب، فضلاً عن المواقع الساندة ومنها وكالة أنباء، التنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة لربطها بأخبار الهيئة وبياناتها وتصاريحها ومواقفها، تنسيق الجهد الإعلامي لأعضاء الهيئة وترتيب ظهورهم في وسائل الإعلام. القسم الإغاثي ويقوم بالأعمال الآتية: التخطيط للحملات الإغاثية وتنفيذها، التعاون مع المؤسسات الإغاثية الناشطة الأخرى، إعداد تقارير الحملات والتقارير السنوية ونشرها عبر منصاته الإعلامية. قسم الثقافة ويقوم بالأعمال الآتية: الإشراف على مركز الأمة للدراسات والتطوير ومجلته الفصلية، إصدار صحيفة البصائر الأسبوعية، الإشراف على مؤسسة البصائر للدراسات والنشر وطباعة إصدارات أقسام الهيئة، إقامة المؤتمرات والندوات والملتقيات الثقافية. قسم حقوق الإنسان ويقوم بالأعمال الآتية: رصد حالات انتهاك حقوق الإنسان في العراق وتوثيقها، تنظيم الندوات والدورات والورش المختصة بحقوق الإنسان، التنسيق مع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية. قسم الدعوة والإرشاد ويقوم بالأعمال الآتية: الوعظ والإرشاد في المساجد والمنتديات والأماكن العامة، تنظيم الندوات والملتقيات والدورات الدعوية، التواصل مع المؤسسات الدعوية في العراق والتعاون معها. القسم السياسي ويقوم بالأعمال الآتية: تنفيذ قرارات المؤتمر العام للهيئة ومجلسي الشورى والأمانة العامة المتعلقة بالشأن السياسي، نشر وجهات النظر السياسية للهيئة وبيان موقفها، التواصل مع الدول والقوى والجهات السياسية العراقية الوطنية والعربية وغيرها، الإشراف على مركز الرافدين للدراسات الاستراتيجية راسام. قسم العلاقات ويقوم بالأعمال الآتية: التواصل مع الجهات والقوى السياسية والدينية المجتمعية داخل العراق وخارجه، تمثيل الهيئة في اللقاءات داخل العراق وخارجه. القسم العلمي ويقوم بالأعمال الآتية: إقامة الدروس والمحاضرات العلمية والدورات المختصة، تطوير كوادر الهيئة في المجال العلمي وتأهيلها لأداء مهامها، الإشراف على إدارة المدارس الإسلامية التي تديرها الهيئة. قسم الفتوى ويقوم بالأعمال الآتية: إصدار الفتاوى والتوجيهات الشرعية، تحري بدايات الأشهر الهجرية وتحديد دخول المناسبات الشرعية، عقد وتنظيم الندوات والدورات المختصة بالفتوى والإفتاء. قسم متابعة الفروع ويقوم بالأعمال الآتية: التواصل مع فروع الهيئة ومكاتبها في العراق، توثيق نشاطات الفروع والمكاتب، تعزيز التواصل بين فئات المجتمع والعمل على حل النزاعات. القسم المهني ويقوم بالأعمال الآتية:
تحقيق التواصل الأفضل مع المجتمع وتنمية العلاقات مع أطيافه ومكوناته، إعداد وتطوير الكوادر الشبابية بالتعاون مع النقابات والاتحادات المهنية، عقد الاتفاقيات مع الجامعات لتوفير فرص دراسية للطلبة العراقيين. وعلى الرغم من كل الظروف والمحن والتحديات التي واجهتها الهيئة محلياً وخارجياً من مؤامرات ومضايقات، فما زالت الهيئة تواصل نهجها الثابت الذي دل على صحة استشرافها وتشخيصها لواقع العراق ومستقبله منذ سنوات الاحتلال الأولى. وها هو واقع العراق والأمة يصدق ما توقعته الهيئة، وهو ما يعترف به كثيرون. وبفضل الله تعالى وجهود أبنائها ودعوات المحبين وتعاون المخلصين، تواصل الهيئة طريقها الذي اختارته، سائلين الله تعالى أن يكلل هذه الجهود بنصر منه وخلاص قريب للعراق والعراقيين، وأن يمن على عموم أمتنا بالفرج القريب. أما الآن فقد حان موعد كلمات الضيوف الكرام، ولعلنا نبدأ بالجرح التوأم. الجرح هو التوأم للجرح العراقي، فقد تألفت جراحنا حتى غدا إذا تكلم جرح ناب عن باقي الجراح. مع كلمة علماء سوريا يلقيها بيننا شيخ الشيخ أسامة الرفاعي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، سادة العلماء الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، تعلمون أيها الإخوة الكرام أن داء المسلمين الوبيل في مشارق الأرض ومغاربها هو فقدهم للكلمة الواحدة، وبالتالي فقدوا القيادة الواحدة. والمسلمون في العالم كله لو نظرت إليهم لوجدتهم في الحقيقة يملكون من القوات ما لا يملكه غيرهم، الأموال الطائلة متوفرة لديهم، الخبرات الكثيرة في كل التخصصات يتفوقون فيها على غيرهم من الأمم، كل مناحي الحياة تجدهم متفوقون، ولكن هذا التفوق ضائع مهدور لتفرق كلمتهم ولشتات أمرهم، ولا جامع يجمعهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. من هنا لا بد أن يفكر المسلمون ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا في توحيد كلمتهم ورص صفوفهم والتقدم إلى الأمام في هذا المضمار، حتى يستطيعوا أن يشكلوا كتلة عالمية بشكل طبيعي تضاهي الكتل كلها، بل وتتفوق عليها جميعا. أيها الإخوة، وهذا قد لا يتم في يوم وليلة، ولكن لا بد أن نبدأ بالخطوات التي توصلنا إلى هذا إن شاء الله تعالى. وأرى شخصياً إخواني الكرام أنه لا بد لنا في كل بلد من البلاد أن نبدأ بمثل هذه الخطوة ونصر عليها. والمسلمون عموماً يا إخواني، أبصارهم وبصائرهم وقلوبهم معلقة بالعلماء، فهم الشريحة التي جعلها الله قدوة للمسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها من لدن بعث الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها،
فالعلماء هم القدوة. فإذا كان العلماء مفرقين مشتتين فالأمة لا بد أن تبقى كذلك. وإذا استطاع العلماء أن يجمعوا كلمتهم ويرصوا صفهم فإن الأمة من ورائها. وكما قال الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه: العلماء أعلى شأنا من الحكام، لأن الحكام يملكون ظواهر الخلق ويتحكمون فيها، أما العلماء، ويعني بذلك العلماء الربانيين، لا يعني العلماء الذين يملكون معلومات كثيرة وأدمغة عظيمة، ولكن العلماء الربانيون، هؤلاء العلماء، يقول الإمام الغزالي أن هؤلاء يملكون قلوب الخلق. إذا كان الحكام يملكون الظواهر فالعلماء يملكون القلوب، وهؤلاء بملكهم لهذه القلوب يستطيعون توجيه الأمة كما يشاءون في طريق رضوان الله تبارك وتعالى. فلا ينبغي أن نفقد هذه الميزة، وأن يفرط العلماء لا سمح الله بهذه الأعطية التي منحهم الله تبارك وتعالى إياها. فإذا جمع العلماء صفوفهم ووحدوا كلمتهم تبعتهم الأمة على ذلك في كل شرائحها وكل مستوياتها. ولن أطيل عليكم أيها الإخوة، أسرد عليكم تجربتنا في الثورة السورية. قبل الثورة السورية من زمن طويل في عندنا في دمشق كان رابطة علماء الشام، وهي رابطة لكل العلماء السوريين، وكانت رابطة قوية متينة تجمع كلمة العلماء. وحتى إن هذه الرابطة في أواخر الأربعينات أو الخمسينات من القرن الماضي، أواخر الأربعينات أو أوائل الخمسينات، بكل سهولة استطاعت الرابطة، لأن رئيس الوزراء تكلم بكلمة مزرية بحق النبي صلى الله عليه وسلم، استطاعت هذه الرابطة بأسبوع واحد أن تسقط الوزارة كلها، والحمد لله. في عهد حافظ أسد لم تستطع الرابطة أن تتابع أعمالها، فتوقفت عن كل أعمال من شدة الضغوط التي مورست عليها. ثم في أوائل القرن الحادي والعشرين تجمع والحمد لله عدد جيد من العلماء، وأعدنا تشكيل الرابطة من جديد ولكن دون إعلام، وكانت الكلمة واحدة تقريبا والحمد لله. بعد أن شبت الثورة وانطلقت خطوات مديدة، اضطر كثير من العلماء أن يغادروا بلاد الشام، والأكثر منهم خرجوا إلى تركيا. أعدنا تشكيل الرابطة مرة أخرى في تركيا من العلماء الذين خرجوا من الداخل ومن العلماء الموجودين أصلاً خارج سوريا. بعد أن شكلت رابطة علماء الشام من جديد، نظرنا فإذا بالعلماء السوريين إذا بهم متفرقون، روابط علماء وهيئات شرعية كثيرة، ورأينا أن هذا لا ينبغي أن يكون أبداً لعلماء المسلمين، ولا ينبغي أن تخرج كل رابطة بياناً يتعلق بحدث من الأحداث، وقد تكون هذه البيانات متضاربة متباعدة في أهدافها ومتباعدة في مراميها عن بعضها البعض. فالحمد لله بذل العلماء جميعاً جزاهم الله خيراً مساعي مشكورة، فاستطعنا في نيسان من سنة 2014 أن نجمع كل الروابط العلمية والهيئات الشرعية في سوريا وخارج سوريا من الهيئات المؤلفة من العلماء السوريين، وشكل والحمد لله المجلس الإسلامي السوري. المجلس الإسلامي السوري يا أخواننا يضم كل الروابط العلمية والهيئات الشرعية، ويضم أيضا كل الاتجاهات الفكرية المتخالفة من العلماء، لأنكم تعلمون أن هناك مدارس فقهية واتجاهات قد تكون متخالفة فيما بين بعضها البعض، ولكن والحمد لله استطعنا بمعية سادة العلماء السوريين كلهم أن نجمع الكلمة، وأن يظلنا مظلة واحدة مع اختلاف اتجاهاتنا العلمية منذ ذلك الوقت في سنة 2014
وإلى الآن والمجلس والحمد لله وقد مرت عليه 3 دورات من ذلك الحين إلى الآن، وما يزال المجلس في غاية القوة والمتانة، بمعنى أنه يعني الآن وصلنا إلى درجة لا يحدث حدث ولا يجري أمر عام يتعلق بسوريا والسوريين إلا ولعلماء السوريين كلهم موقف واحد لا يتعدد، ولا تسمع موقفين للعلماء السوريين في قضية من القضايا، كلهم لهم رأي واحد وموقف واحد يمثله المجلس الإسلامي السوري. وهذا خطوة في الطريق. وقد كان أخي الحبيب الشيخ نواف التكروري جزاه الله خيرا يعني له فضل وباع طويل في تأسيس المجلس الإسلامي السوري، مع أنه أخونا فلسطيني سوري حبيب ما شاء الله كان، وهو رئيس هيئة علماء فلسطين في الخارج، لكن ساهم معنا مساهمة طيبة ممتازة. ومع ذلك أيضا هو ما يزال وكثير من الإخوة يسعون أن يجمعوا الكلمة أكثر من ذلك، لا يكفي السوريين فقط أن يكون لهم مجلس إسلامي يجمع المكونات كلها والروابط كلها والهيئات الشرعية. وهنالك خطوات على الطريق إن شاء الله أرجو أن تتحقق. ولكن في باختصار يا أخواننا، أتمنى وأسأل الله عز وجل أن يعين هيئة المسلمين في العراق أن تقوم بهذه المهمة، فلا تجعل لعلماء العراق كلهم، لا تجعل لهم موقفين متخالفين في حدث واحد، إنما يكون الجميع، جميع علماء العراق يستظلون بمظلة واحدة، ولو اختلفت مدارسهم الفقهية واتجاهاتهم الفكرية هذا أمر آخر لا علاقة له بوحدة كلمة المسلمين. ينبغي أن تتوحد كلمتهم في العراق وأن يشكلوا مجلسا أو هيئة أو منظمة تجمع جميع العلماء على الإطلاق في كل روابطهم وفي كل هيئاتهم الشرعية. وإذا يعني إذا نظرت في كل الهيئات التي أعرفها، وقد لا أعرف بعضها، ولكن لا أرى أحدا جديرا بالقيام بهذه المهمة كما أرى هيئة علماء المسلمين في العراق. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقكم ويأخذ بيدكم ويجعل لكم التوفيق والسداد، ويجعل كلمتكم مسموعة لدى الشعب العراقي كله إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك نحن أمام مرحلة أخرى، أن نشكل هيئة أخرى تجمع بلاد المسلمين في منطقتنا كلها في هيئة واحدة أو في مظلة واحدة إن شاء الله، وتلك خطوة على الطريق حتى نصل إلى جمع كلمة المسلمين جميعا بحول الله تعالى وقوته. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، استميحكم عذرا فقد أطلت عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لكم شيخنا أسامة الرفاعي على هذه الكلمات الرائعة. الآن يأتي دور الجرح، جرح القضية وقضية جرح الأمة. عن فلسطين والقدس نتحدث، كلمة علماء فلسطين يلقيها دكتور نواف التكروري، نواف التكروري رئيس هيئة علماء فلسطين في الخارج، فليتفضل لإلقاء كلمته مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مشايخنا الكرام وإخواني الأحبة جميعا، حياكم الله وبارك الله جمعكم هذا وجزاكم الله خيرا. وبادئ الأمر أعتذر عن تأخري وأعتذر عن الدكتور وصفي أبو زيد، فأنا أتكلم عن فلسطين ومصر معا، ممكن نتكلم عن العالم الإسلامي كله أيضا الحمد لله. فالدكتور وصفي كنا في لقاء معا ولم ينتهي، فأراد القوم أن يضغطوا علينا يعني ويمنعونا من المجيء، وحاولوا الاعتذار، قلنا لهم لا يمكن أن نعتذر اثنين، على الأقل يمثلنا واحد، فأنا جئت ممثلا لي وللأخ وصفي، أو عفوا لفلسطين ومصر، فأرجو أن تقبلوا العذر، وأنتم أهل كرم وأهل الكرم يقبلون العذر. أيها الإخوة الأحبة، نعيش اليوم آلام ضياع العراق في كل بقاعنا. أذكر عام 2003 وقبل أن
تحسم الأمر لمصيبة احتلال العراق، قلت: العراق رغيف وبقية بلادنا لقم، إن تمكن العدو أن يبتلع الرغيف فلن تعجزه لقمة. بعد ذلك، لأنه إذا تمكن أن يبتلع العراق فبعد ذلك ما بعده أيسر، فقد كان شوكة في حلق الأعداء، رغم ما كان فيه من معاناة وما كان فيه من ظروف، إلا أنه كان شوكة حقيقية وقوة للأمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الخير فيما هو قادم، إن أدركنا وأخذنا بما قاله شيخنا الشيخ أسامة جزاه الله خير. هيئة علماء المسلمين أيها الإخوة في العراق ولدت من رحم المعاناة ومن قلب المحنة، ولعلها كانت أسرع أو من أسرع ما شكل لمواجهة العدوان، وبالتالي جاءت في وقتها ودللت على حيوية وحياة علماء العراق، وأنهم لا يمكن أن يضيعوا ولا يمكن أن يتركوا الشعب العراقي وحيداً بعيداً عن توجيه العلم والعلماء، فكانت تشكيلاً سريعاً ومبادرة عظيمة لكي تحتضن مقاومة وجهاد شعب العراق في وجه الغاصبين والمنحرفين جميعاً على حد سواء. ورحمة الله على الشيخ حارث الضاري، نسأل الله أن يتقبله في الشهداء الصالحين، فقد كان أفقه واسعاً في هذه المبادرة، وإخوانه من جميع علماء العراق، التي نسأل الله سبحانه وتعالى لهذه الهيئة أن تستمر بدورها، بل أن يتضاعف دورها وأن تحقق ما ذكره شيخنا الشيخ أسامة الرفاعي، فأن يجتمع علماء العراق لنجتمع بعد ذلك جميعاً إن شاء الله من شتى بقاع الأرض. لا أريد أن أتحدث عن فلسطين، أعلم كلكم تعرفوا عن فلسطين كما أعرف، وكلكم تعيشون ظرفها وحقيقتها، لكني على يقين أن هذه القضية لا يمكن أن تنتهي إلا وشعوبنا حرة أصيلة قادرة على أن تتصرف وأن تختار من يقودها، ولا يمكن إلا أن لا تستطيع أن نخلص الأقصى من أيدي الغاصبين إلا إذا ملكت شعوبنا زمام أمورها بإذن الله تعالى. وهيئة علماء المسلمين في العراق، على الرغم من انشغالها بالعراق وهو يستحق التفرغ ويستحق العمل، إلا أنها وبمعرفتي بالإخوة في هذه الهيئة المباركة لم يتركوا يوماً قضية من القضايا، وكما رأينا في التقرير في مقدمة قضية فلسطين لم ندعهم، بل يدعون أحياناً، يعني نريد أن أحياناً تأتينا بياناتهم في قضية فلسطين قبل أن نكون أصدرنا بيان في الموقف، وهذا جزاهم الله خيراً واجبهم، ليسوا متفضلين في ذلك، سامحوني أنا يعني شيخ صريح، ولكن أحياناً عندما يضعف القيام بالواجب في مواقع عدة يشار إلى من يقوم بواجبه، فلا شك أن المسارعة إلى تبني قضية فلسطين هذا واجب كل العلماء، ليس علماء فلسطين فقط، والمسارعة في تبني قضية سوريا والعراق ومصر وتركستان وبنغلاديش والسودان والجزائر، هي قائمة طويلة لا أستطيع أن أحصيها، واجب كل العلماء. وما زال العلماء يقسموا أقاليم اختصاص لا بأس، أما أقاليم انزواء فهذه كارثة. العلماء لا بد أن يكونوا علماء بلا حدود، نحن نريد علماء بلا حدود مع الاختصاص لا بأس به،
نسأل الله سبحانه وتعالى حتى لا نطيل الكلمات، أنا رأيت قائمة الكلمات كبيرة والحديث معكم الحقيقة شيق ومثلي يعني ينبغي أن يستمع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق إخواننا في هيئة علماء المسلمين في العراق وكل علماء العراق وكل مؤسساتهم العلمية، وأن يجمعها في إطار واحد على الاختلاف، والاختلاف ليس مشكلة، الخلاف الذي نريد أن نتجاوزه ليكون اختلافاً فقط، نريد أن نلتقي يا إخواننا كما قال، أنا بنسى الأسماء، عباد قال لأن أرعى الغنم ليوسف بن تاشفين أحب إلي من أن أرعى الخنازير لي، والله لأن نمسح أحذية المسلمين أحب إلينا من أن نتصدر الكافرين والمجرمين والمنافقين. فليلن بعضنا لبعض أيها الإخوة، هذا طريق عزتنا، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وفي النفس حيز للعزة وحيز للذلة، فمن عزة في مواقع الذلة ذلة، ومن ذل في مواقع الذلة عزة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق إخواننا في هيئة علماء المسلمين في مؤتمرهم الثالث لخير الأفعال وفعل الخير دائماً، وهم من المسارعين كما ذكر. نسأل الله أن يتقبل منهم وأن يوفق المسلمين في كل مكان للخير وللعمل لتحرير بلادنا وأرضنا ومقدساتنا، وأن تبقى الأقصى والقدس حاضراً في أعمالنا جميعاً وكل قضايانا. جزاكم الله خيراً، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً لكم دكتور نواف التكروري رئيس هيئة علماء المسلمين في الخارج. وللأصل في كلماتنا أيضاً حضور لافتاً لليمن. اليمن الذي كان سعيداً هو اليوم أيضاً ليس على ما يرام، ولكنه آثر الحضور ليسجل موقفه. كلمة علماء اليمن يلقيها الشيخ محمد صادق المغلس، فليتفضل مشكوراً. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فجزى الله خيراً إخوتنا في هيئة علماء العراق على هذه الدعوة وعلى هذا الجمع، ونسأل الله تبارك وتعالى لهم التوفيق في مؤتمرهم. والحقيقة أن جراحنا نازفة في جميع أقاليم بلاد الإسلام، ونسأل الله تبارك وتعالى تعجيل الفرج، لا ملجأ من الله إلا إليه. إن الإسلام كما تعلمون هو دين إلهي وليس مشروعاً بشرياً، ومهما فعل البشر فلن يستطيعوا أن يجمعوا كلمتهم إلا إذا وفقهم الله تبارك وتعالى إلى ذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام جاء هادياً وجاء موجهاً وجاء نبياً، وأعانه الله تبارك وتعالى فأقام صرح الإسلام. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً. هكذا قال سبحانه وتعالى للعرب الذين كانوا مضرب المثل في التفرق والتشرذم، ألف الله تبارك وتعالى بين قلوبهم. ونحن الآن بحاجة إلى تقوية العلاقة بالله جل وعلا والالتزام بدينه وشرعه قدر ما نستطيع، فإذا فعلنا ذلك فإن الله تبارك وتعالى سوف يجمع كلمتنا ويعيد لنا مظلتنا. لم يحدث في التاريخ أن سقطت المظلة كما حدث في هذا القرن الذي انصرم، ولكن الله تبارك وتعالى وعدنا بحفظ الإسلام، ووعدنا كذلك بأن يظهر هذا الدين على الدين كله، كما قرأ الشيخ القارئ في بداية هذا اللقاء
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. سوف يحدث هذا، والذي بأيدينا نحن ولا سيما العلماء كما ذكر الشيخ أسامة حفظه الله، وكما ذكر الشيخ نواف، بأيدينا أن نقوي العلاقة بالله تبارك وتعالى، وأن نكون ورثة للنبي عليه الصلاة والسلام بالمعنى الصحيح في كل ما نستطيع. لقد دعا موسى وأمن هارون، فقال الله تبارك وتعالى: قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. فلما استقام موسى وهارون ومن معهما، وكان هنالك براء من الآخرين الكافرين، جعل الله الفرج، فأنقذ موسى وهارون ومن معهما من بطش فرعون. ونحن الآن أعداؤنا في كل مكان، أعادونا إلى الخلف مسافات، ولكن الله تبارك وتعالى معنا إذا كنا معه. فعلينا أن نسعى إلى المستطاع من التطبيق لدين الله جل وعلا، نحن ومن معنا في جميع ديارنا وأقاليمنا. إن شعارنا وأبرز أذكارنا هو لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا طبقنا ذلك في الواقع فسيؤلف الله تبارك وتعالى بين قلوبنا، وسوف يتحقق وعد الله جل وعلا الذي يقول: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للقيام بالمتاح والميسور، وأن يقوي سبحانه وتعالى علاقتنا به حتى يغير أحوالنا إلى الأفضل. وجزاكم الله خيراً، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شكراً للشيخ محمد صادق المغلس ولعلماء الكرام أجمعين. من أقصى شرق العراق بعيداً، هناك حيث يتحمل التركستانيون شتى أنواع الأذى والآلام في سبيل دينهم، يشاركوننا اليوم مؤتمرنا هذا بكلمة مساندة يلقيها علينا الأستاذ محمود محمد، مسؤول العلاقات الخارجية في جمعية العلماء التركستانيين، فليتفضل مشكوراً. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولاً تحية إجلال وإكبار للعلماء الأفاضل الذين شرفونا بهذه الدعوة، ونسأل الله سبحانه وتعالى لهيئة علماء العراق التوفيق والسداد في القول والعمل. بالنسبة لتركستان، طبعاً تركستان جرح في جسد الأمة، وكثير من الأمة قد لا يعرفون هذه القضية، ولكن نحن كتركستانيين، أنا أذكر وأنا صغير سنة 90 عندما حصل حرب العراق والكويت، وحرب ما سمي في ذلك الوقت حرب تحرير الكويت، رغم أن الشعب التركستاني لم يرى في حياته أي شراً من أمريكا، ولم يرى أي خير من الشعب العراقي أو من العراق، ولكن كان رمضان في ذلك الزمان وأنا أذكر إلى الآن، كان المسلمون يطلبون الدعاء من الأئمة في المساجد لنصرة العراق في هذا الحرب. وأنا من ذلك الزمان كنت أشعر أو شعرت في ذلك الزمان وحدة الأمة، أن الأمة في أقاصي البلاد
يشعرون دائما بالوحدة، ويشعرون أن له إخوة في أقصى الجنوب أو أقصى الشرق. ولكن المشكلة الكبيرة في الغالب الأعم ليست في عموم الأفراد، ولكن في قادتها، سواء القادة السياسيين أو العلماء، لأنهم بسبب تفرق العلماء وبسبب تفرق السياسيين الأمة تفرقت كثيراً، وعانت بسبب هذه التفرق ما يعانيه من الآلام. اجتماع العلماء في مثل هذه اللقاءات في كل البلدان طبعاً يساهم في وحدة الأمة في نهاية المطاف. ونحن كتركستانيين رغم أننا عانينا من الظلم الصيني ومن الشيوعية، أنتم تعرفون الشيوعية كيف تنظر الشيوعية إلى الأديان عموماً وإلى الإسلام خصوصاً. في تسعينات القرن الماضي حتى 2000 وما قبلها عانينا من تفرق العلماء في الخارج في الدول الإسلامية والعربية، ونحن في داخل تركستان، لأن هناك علوم وكتب مختلفة من مشارب شتى تدخل إلى المنطقة، والأساتذة يقرؤون هذه الكتب ويتشربون بمفاهيم مختلفة متضادة فيما بينها. وهناك بسبب التفرق الفكري وعدم التوحد في الفكر، ماذا حصل؟ هناك من اعتمد على قوة الحكومة لضرب إخوانهم من المسلمين، أو للضغط عليه، أو لسجنه، لأن هذا يفكر كذا، هذا ما حصل أو ما يحصل فعلا في العالم الإسلامي أيضا. ولذلك نحن كتركستانيين طبعا الآن في هذه الزمان منذ 3 سنوات أو أكثر تقريبا نعاني ما لا يعانيه أي بشر في العالم من الظلم والتنكيل والاضطهاد. وهناك قبل أيام صدر ما يشبه التقرير الرسمي يعني في هونغ كونغ أن عدد المعتقلين في مراكز الاعتقال هذه أكثر من 4,550,000، 4,550,000، هذا تقرير صيني في هونغ كونغ. وأمم المتحدة وغيرها هناك تقارير كثيرة وكبيرة طبعا، يعني نحن كتركستانيين يعني لا يقل العدد عن 5 مليون من البشر الآن يعانون بسبب تمسكهم بدينهم ولغتهم وأعرافهم. وأنا عندما كنت أدرس عند الأساتذة كنت أسمع عندما نحكي من ما نتعرض له من الظلم، كانوا يقولون العالم العربي قلب أمة الإسلام، ما دام هذا القلب فيها مرض فيها مشاكل لن ينصلح الآخر الباقي من الأجزاء أو من الأسقام. ولذلك يعني ما دام القلب يعني فيها جرح هذه الأيام، فيها حروب ومشاكل في الدول الإسلامية خاصة والدول المركزية في العالم الإسلامي، كل أعداء الإسلام استغلت هذا الوضع وتعاملت مع المسلمين بهذا الأسلوب. طبعا نحن نتفهم أن هناك مصالح كبيرة مع الصين دولة صاعدة، وكثير من العرب والمسلمين قد يظنون أنهم يعتمدون على الصين ضد أمريكا في تجارتهم أو في السياسة الدولية. ولكن على الأقل نحن نحتاج إلى زرع الأمل لدى الشعب التركستاني بسبب المصالح الضيقة الآنية، سواء في التجارة أو في السياسة، ينسى هذه القضية ويلبس على هذه القضية أثواب مختلفة حتى ينسى يعني من مشاكل العالم الإسلامي. هذا ألمه أشد على قلوبنا من ظلم الصين بصراحة. على الأقل يكون للعلماء الربانيين أمثالكم وللصحوات الإسلامية في العالم الإسلامي لهم دور، لهم كلمة. إن لم يكن للحكومات دور إلا دور الخذلان في الغالب الأعم، على العلماء أن يكون لهم دور إيجابي
أن يكون لهم موقف شرعي فيما نتعرض له من الظلم، لأن العالم لا يبقى كما هي الآن، العالم على تغير، قد يتغير في أي لحظة، ونحن نحتاج أولاً إلى موقف شرعي من علماء من أمثالكم، وأيضاً موقف إنساني، موقف إنساني من أمثالكم ومن غيركم من البشر عموماً. ولذلك يعني هيئة العلماء أو تجمع العلماء، سواء هيئة علماء العراق أو فلسطين أو سوريا أو مصريين أو غيرهم، هذا في النهاية يصب في مصلحة الإسلام وأمة الإسلام. إذا توحدت العلماء فيما بينهم ولهم أفكار وآراء ورؤى مشتركة في حل مشاكل الأمة، هذا يصب في النهاية في مصلحة الأمة. ولذلك يعني كثيراً اختلفنا في مسائل فروع ومسائل فقهية، ومن عشرات القرون العلماء كانوا يختلفون في هذه المسائل، ومهما اختلفنا لن نجمع الأمة على رأي واحد. نحن عانينا في بلادنا بسبب هذه الأفكار الداخلة إلى بلادنا من البلاد العربية والإسلامية. كفى مثل هذه الاختلافات، فلننظر إلى ما يوحد الأمة، إلى ما يرفع الظلم عن الأمة، هذا أهم شيء في هذه الأيام. وبارك الله فيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم لما فيه الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً للأستاذ محمود محمد، مسؤول العلاقات الخارجية في جمعية العلماء التركستانيين. من ليبيا، حيث تداعي الأمم على ترابها ومقدراتها، واضح وضوح الشمس في رابعة النهار. كلمة علماء ليبيا يلقيها الشيخ سامي الساعدي، فليتفضل مشكوراً. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا وقدوتنا محمد النبي الكريم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولاً، لا بد لي من أن أقول جزى الله خيراً مشايخنا وإخواننا في هيئة علماء المسلمين في العراق على هذه الدعوة المباركة، التي هي سبيل من السبل إلى وحدة هذه الأمة، هذه الأمة التي أراد الله سبحانه وتعالى لها أن تكون أمة واحدة، وأراد لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون بنياناً مرصوصاً، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً، وشبك بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم. وقال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ماذا حصل اليوم لهذا الجسد؟ أصابه شلل، يقطع جزء منه في كثير من الأحيان، ولا يحس باقي الأعضاء بشيء. وليس هكذا أرادنا الله سبحانه وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت الأمة في مجموعها مطالبة بأن تكون جسداً واحداً وبنياناً مرصوصاً، فإن العلماء على القمة، على الرأس القائمة في هذا المطلب. فالعلم كما نعلم جميعاً رحم بين أهله، ويعلم كل عالم وطالب علم وباحث ومشتغل بالعلم والمعرفة كيف ينجذب قلبه إلى أخيه العالم، وكيف يحس بهذه الرحم الإيمانية التي إذا وصلت فإن أثر هذه الصلة وبركتها ستعم الأمة جميعاً بإذن الله تبارك وتعالى.
العلماء، المشايخ، الدعاة، المصلحون، المربون، أمامهم واجبات ثقيلة. الله سبحانه وتعالى أخذ على أهل العلم الميثاق أن يبينوه وأن يقولوا بالحق أينما كانوا، لا يخافون لومة لائم. رأينا هذا التقرير وما فيه من ملفات شائكة وثقيلة تحتاج إلى تعاضد وتعاون وتناصر. الإغاثة، حقوق الإنسان، تجلية الحقائق الشرعية ومبادئ الإسلام التي يراد تشويهها اليوم بدين جديد زائف مزور نراه في بقاع من أعز البقاع على قلوبنا في بلاد الحرمين مثلاً وغيرها، نرى كثيراً من التشويه. إذا لم يقم أهل العلم الصادقون بتجلية هذه الحقائق فمن لهذا الواجب؟ هذه الأمة أيها المشايخ الكرام، وكما تعلمون، فيها قوة ليست ضعيفة في ذاتها، فيها قوة ذاتية وهبها الله سبحانه وتعالى كثيراً من أسباب القوة ومقوماتها، وفي مقدماتها القوة العقدية، قوة الحق. الحق كما تعلمون، الحق معناه الشيء الثابت الأصيل الذي لا يزول، هذا معنا نحن كأمة مسلمة لا يوجد عند غيرنا. ولكن الذي يحصل من التفرق المقصود أحياناً والذي سببه الإهمال أو الغفلة أحياناً، الانهماك الأكثر من اللازم في القضايا المحلية، وكما أشار المشايخ قبلي الشيخ أسامة بارك الله فيه، الشيخ نواف وغيره من المشايخ، لا ينبغي أن يفوت ذلك حداً معتدلاً. وهذه الحدود التي وضعها العدو في بين شعوب أمتنا لا شرعية لها من حيث الأصل، ولا يتعامل معها إلا بكونها أمراً واقعاً لا غير. ولكن الأصل هو أن العراقي والمصري والليبي والأريتري والفلسطيني والجزائري والمغربي والتركستاني والعربي والأعجمي، هؤلاء كلهم جسد واحد. دور العلماء في ذلك أيها الإخوة كبير، وكبير جدا. ورب كلمة من عالم تحيي أمة. أريد أن أضرب مثلا من بلاد ليبيا التي الآن كما أشار الأخ المقدم بارك الله فيه تتداعى عليها الأمم، ويراد لبعض عملاء أعدائنا أن يجعل من ليبيا قطعة أو جزءاً مما يسمى اليوم صفقة القرن وتصفية القضية الفلسطينية. ولهذا نقول لإخواننا الثوار في ليبيا الذين يدافعون إلى الآن على العاصمة طرابلس ضد هجمات المجرم حفتر عميل الصهيونية، نقول لهم إن دفاعكم عن العاصمة وإن وقوفكم في وجه هذا الظالم المستبد المجرم العميل هو نصرة لقضية فلسطين، ليست قضية ليبية خالصة. سماحة المفتي في ليبيا عندما خرج وقال فتواه، أصدر فتواه وقال كلمته في بداية الثورة الليبية، كان ذلك من أكبر أسباب خروج الناس إلى الشوارع في مواجهة النظام السابق. وتاريخنا مليء كما تعلمون بهذه المواقف التي تحيي الأمة وتكون سبباً في ثبات هذا الدين وأهله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أعيد شكري للإخوة في هيئة علماء المسلمين في العراق، ونشد على أيديهم ونقول لهم جرحنا جرحكم وجرحكم جرحنا، ونحن إن شاء الله سنكون كما أراد الله سبحانه وتعالى العلماء والدعاة والمربون والمصلحون وطلبة العلم في مقدمة هذه الأمة وفي الطريق إلى وحدتها وعزتها وإعادة مجدها الذي تكفل الله سبحانه وتعالى برجوعه وعودته وإن طال الأمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكرا للشيخ سامي الساعدي على هذه الكلمات الطيبة. من أريتريا الإباء والشموخ والتمسك بالحق، كلمة يلقيها على مسامعكم الدكتور حسن سلمان عضو الأمانة العامة لرابطة علماء أريتريا، فليتفضل مشكوراً.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الإخوة الأفاضل أعضاء وقيادة هيئة علماء المسلمين بالعراق، الإخوة الهيئات العلمية والعلمائية المشاركة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. تقدم إليكم أصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني في رابطة علماء إريتريا بأسمى التهاني المباركات من عقاد مؤتمركم وجمعكم المبارك في هذه المرحلة التي تواجه فيه أمتنا الإسلامية عامة وأهل العراق خاصة تحديات وجودية كبرى تتطلب جهوداً جبارة للتخلص من الاستبداد السياسي الداخلي والتبعية والنفوذ الخارجي، ولتحقيق بناء أوطان ينعم فيها الجميع بالحرية والكرامة والعدالة، وخاصة في العراق الشقيق الذي يسعى أهله للتحرير الكامل والشامل من كل نفوذ خارجي أو هيمنة طائفية محلية، ليشارك الجميع في بناء العراق الجديد الذي يسع الجميع بعيداً عن الإقصاء والتهميش، وليعود العراق كما عرفناه مساهماً وفاعلاً في كافة قضايا الأمة العربية والإسلامية. الحضور الكريم، إن تاريخ الإسلام في إريتريا يؤرخ له بتاريخ البعثة النبوية وهجرات الصحابة رضوان الله عليهم إلى الحبشة في الهجرة الأولى والثانية، وتتابع الهجرات بعد ذلك في الدولتين الأموية والعباسية وما تلاهما، وظل المسلمون ينتشرون في كافة مناطق الحبشة والقرن الأفريقي عامة، حتى شكل الإسلام الغالبية العظمى من سكان تلك المنطقة رغم وجود التحديات المختلفة في تلك الديار التي لا تزال تشكل عقبات في طريق الدعوة ونشر الإسلام فيها، مع ثقتنا التامة بأن الله ناصر دينه ومعز أولياءه ولو كره الكافرون. وقد واجهت الدعوة الإسلامية في إريتريا معوقات كثيرة متمثلة في توالي الاحتلال والمنظمات التبشيرية والأنظمة المستبدة، كما يتعرض الدعاة والعلماء في إريتريا لاضطهاد واعتقالات ومحاولات تضييق ومحاصرة لجهودهم الدعوية، مما جعل العلماء في إريتريا والدعاة يسعون لتأسيس رابطة علمية خارج الوطن. وقد تأسست هذه الرابطة بتاريخ 26 رجب 1436 موافق 15/5/2015 بتركيا، وذلك بعد عقد مؤتمر تأسيسي وضع الأسس والأهداف والرؤى والهيكل العام للرابطة، والذي يتكون من المؤتمر العام ومجلس الشورى والأمانة العامة بأجهزتها المختلفة. وتعتمد الرابطة على رؤية واضحة تتمثل في أن تكون الرابطة مرجعية دينية للمسلمين الأريتريين وتوعيتهم وتمثيلهم وتوحيد الدعاة والعلماء ورعايتهم بحكمة وعدل. وقد وفقت بفضل الله سبحانه وتعالى الرابطة أن تجمع في صفوفها كافة ألوان الطيف الدعوي والعلمي، فكرياً كان أو مذهبياً أو غير ذلك، فتجمع رابطة علماء إريتريا بفضل الله عز وجل كافة هذه الأطياف، بحيث تعتبر الرابطة الممثلة الآن للهيئات العلمية عموماً، كلهم بفضل الله تبارك وتعالى يعملون تحت مظلة واحدة دعوة وتعليما وإرشادا وهداية للناس. وتقوم على مبادئ سامية منها الاستقامة والوسطية والتطاوع والتشاور والموازنة والمرونة والتجرد والصبر وقبول النقد، وذلك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للرابطة والمتمثلة في نشر العلم والتعليم ورعاية العلماء والدعاة والاعتناء بالجاليات الإريترية في الخارج
دعوة وتربية وإرشادا مع الاهتمام بالوقف وتطويره والعناية به، وإن الرابطة تتطلع لبناء علاقات متميزة مع كافة الروابط العلمائية المماثلة لها سواء في تركيا أو خارجها في إطار خدمة العلم والعلماء ونشر الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والاستفادة من كافة الخبرات المتاحة مع الالتزام التام بالنظم والقوانين المرعية في كل بلد. وفي الختام أسأل الله تعالى أن يكلل مؤتمركم الثالث بالنجاح ومسعاكم كله بالفلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا للدكتور حسن سلمان عضو الأمانة العامة لرابطة إريتريا. للبلد المضيف كلمة مهمة في هذا الصدد، كلمة رئيس جمعية علماء المسلمين يلقيها الشيخ عبد الوهاب إكينجي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وقائدنا وحبيبنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أحييكم باسمي وباسم الجمعية العالمية لتضامن علماء المسلمين فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تركيا، وحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام سلم وسلام وأخوة ورحمة من رب الأنام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأدعو الله تعالى أن يوفق إخواننا في هيئة علماء العراق لوحدة كلمة جميع علماء في العراق مع اختلاف اتجاهاتهم واجتهاداتهم تحت مظلة هيئة علماء العراق، لأننا كما تعلمون بأشد الحاجة إلى وحدة العلماء، لأنه هناك صنفان من الناس، إذا سلح سلح الناس وإذا فسد فسد الناس، العلماء والأمراء. وتقديم العلماء على الأمراء دليل على أن فساد الأمراء نتيجة من نتائج فساد العلماء، وهناك أشكال وأنواع تدل على وجود الفساد، وعلى رأسها اختلاف العلماء وتشتت العلماء. لذلك ندعو الله تعالى أن يقبل هذا الدعاء، وندعو إخواننا أن يقدموا جميع جهودهم لوحدة كلمتهم حتى أن نخرج من هذه المأساة التي نحن نعاني منها في مختلف الأقطار. أساتذتي وأخواني، أريد أن أركز على بعض النقاط. أكيد هناك نقاط كثيرة يلزم أن نهتم بها ونركز عليها، ولكنني أريد أن أشير إلى بعض النقاط. منها إنكم تعلمون بأن الإمام الغزالي رحمة الله عليه عندما يقسم العلوم إلى أقسام أربعة يجعل الفقه من علوم الدنيا والفقيه من علماء الدنيا، ويقترح السؤال على نفسه ويقول: فإن قلت لما جعلت الفقه من علوم الدنيا؟ ويجيب بجواب، وأنتم غني عن تكراره في هذه المنصة. أريد أن أشير إلى أن العلماء عليهم أن يسوسوا الأمراء، لأنهم ورثة الأنبياء، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي بعده ولا نبي بعده. وهذا يدل على أن العلماء ما دام هم ورثة الأنبياء، والأنبياء قد أرسلوا لأجل أن يسوسوا الناس، إذن علينا نحن معاشر العلماء أن نسوس الناس بتوجيه السياسيين إلى ما فيه مصلحة البشرية دنيويا وأخرويا. انطلاقا من هذا الواجب، إذن يجب على العلماء
أن يهتموا وأن يطلعوا على ما يجري في العالم، وأن يكونوا أئمة للناس في معرفة الأعداء. ونحن عندما نبدأ بالكلام أو بالقراءة نقدم الاستعاذة على البسملة ونقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لأن التخلية مقدمة على التحلية. من لم يعرف عدوه فكيف يحافظ على نفسه ويبتعد عن مؤامراته وعن كيده ومكائده؟ والذي الآن يجري في العالم دليل على أننا لا نعرف أعداءنا حق المعرفة، ولذلك لا نحترز منهم، بل إنما نعارض مخططاتهم بعد تطبيقها في أراضينا وفي عالمنا. ولكن المؤمن ولكن العلماء عليهم أن يعرفوا الأعضاء انطلاقا من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، إن أمريكا فعلت هكذا، وإنهم تآمروا علينا، وإنهم قسمونا. لماذا أنت لا تعلم بأنهم سيقسمونك قبل التقسيم، وسيدمرونك قبل بدء التدمير؟ لماذا نحن لا نركز على الوقاية ونقوم بالعلاج بعد الجروح وبعد التدمير؟ علينا ألا نكتفي بكتاب تبليس إبليس. نعم كتاب قيم جيد في موضوعه، ولكن الله تعالى يقسم الشياطين إلى قسمين: شياطين الإنس والجن، بقوله من الجنة والناس. وشياطين الإنس السهاينة وأذناب السهاينة وعبيد السهاينة الداخلية والخارجية. لذلك على العلماء أن يركزوا على البحوث وأن يعلمون قبل المؤامرة بأن المؤامرة هي موجودة، وأن يقوا أنفسهم ومجتمعهم قبل تطبيق هذه المؤامرات في عالمنا. أيها الأخوة، وأريد أن أركز على نقطة مهمة وأختم كلامي، وهي قضية التغيير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أنا أقول نحن نحتاج إلى التغيير في فهمنا للتغيير، لأننا نحن نخصص التغيير بأمور خاصة، ويجب أن يكون التغيير مستوعباً لسلوكنا ولأفكارنا ولإجتهاداتنا ولتقييمنا ولمعرفتنا ولخططنا ولمنهجنا ولمناهجنا ولجميع ما يتعلق بمجتمعنا، سواء كان دنيوياً أو أخروياً. هل من المعقول أن نمتسك أن نلتزم باجتهادات كانت مصيبة قبل، كان فيها إصابة وكانت جيدة قبل 100 سنة؟ ليس من المعقول. نعم عندنا ثوابت، عندنا أصول ولا وعندنا نصوص ولا اجتهاد مع النص، ولكن الفتوى تقدر زمانا ومكانا وشخصا. ونحن في كل وقت وفي كل حين في تغيير وفي تبديل، ولكن العقول ولكن الأفكار لو لم تكون موازية لما نحن نعيشه من التغيير ومن التطورات اليومية الشهرية السنوية العصرية، سنكون من المتخلفين وسنكون كرة بين أقدام شياطين الإنس والجن، كما نحن الآن كرة بين أقدامهم. هذه النقاط التي يجب أن نركز عليها وأن نراجع أنفسنا، ويجب أن نعلم
بأننا نحن في مرحلة المخاض لانطلاق عظيم. مهما كانت الظروف صعبة ومهما كانت هناك المؤامرات حقيقة قوية ومكثفة ومنفذة، يجب علينا أن نعلم بأننا نحن في مرحلة المخاض لانطلاق عظيم. ومرحلة المخاض أكيد مرحلة دموية، وهذه الدماء التي تراق في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي مختلف الأقطار دليل على كبر حجم المولود، ألا وهي ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، تعمل في الناس بسنة النبي، ويلقى الإسلام بجرانه في الأرض، ويرضى عنها ساكن السماء وساكن الأرض. المستقبل الإسلامي للسلم والسلام لشعوبنا في العراق، للأمة الإسلامية ولجميع البشرية، هذا ليس عندنا فيه تردد، ولكن الواجب أن نتذكر السؤال الموجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ وأن نعتبر من الجواب الذي قدم له: فماذا أعددت لها؟ لا يهمنا متى، ولكن يهمنا ماذا نحن أعددنا لها. نحن نؤمن بأن المستقبل للإسلام، وهذه المأساة وهذه الكوارث التي نحن نعاني منها كلها تدل على أن المستقبل في أقرب وقت للإسلام، لشعبنا في سوريا، لشعبنا في العراق، ولشعبنا في فلسطين، ولجميع البشرية، لأن الله تعالى أرسل رسوله رحمة للعالمين. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للشيخ عبد الوهاب كنجي، رئيس جمعية علماء المسلمين في تركيا. الآن كلمة رئاسة الشؤون التركية يلقيها الأستاذ أحمد غوز، الخبير بالمجلس الأعلى للشؤون الدينية، فليتفضل مشكورا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، معالي الأمين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق، وأصحاب الفضيلة العلماء الكبار والحضور الكرام، أهلاً وسهلاً بكم في بلدكم الثاني تركيا. في البداية أرحب بكم أجمل الترحيب باسم رئيس الشؤون الدينية الأستاذ الدكتور علي أرباش، وأحييكم بتحية طيبة مباركة، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والشكر لحضراتكم حيث تجشمتم عناء السفر وتحملتم الكثير في سبيل المساهمة في هذا المؤتمر المبارك. أسأل الله الكريم أن يوفقكم ويجزيكم الجنة والرضوان، ويجعل المؤتمر وسيلة لتوحيد كلمة المسلمين وصفوفهم. أصحاب الفضيلة، لا يخفى على حضراتكم أحوال أمتنا الإسلامية التي تواجه مجموعة كبيرة من التحديات الداخلية، من التفرق والتمزق والتخلف والفقر والمجاعة، بالإضافة إلى التحديات الخارجية التي تتمثل في المشروعات الصهيونية الصليبية والأطماع الاقتصادية والسياسية الغربية والشرقية، والهيمنة على إرادتنا وثرواتنا ومواردنا. فأينما نتجه اليوم في العالم الإسلامي نجد مآسي المسلمين، ونرى دماءهم التي تسال كالأنهار، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ومما لا شك فيه أن أخطر تحدٍ هو التحدي الداخلي، وبخاصة تحدي التفرق والتمزق الذي أصاب هذه الأمة. وبسبب هذا الواقع المؤلم يقع على عاتق علماء المسلمين مسؤولية كبيرة في تقديم المبادئ والقيم الإسلامية بشكل صحيح للعالم بأسره. إن حكمة الله تعالى شاءت أن تكون بلدكم الثاني تركيا متوسطة بين القارات الثلاث،
إفريقيا وآسيا وأوروبا، مما جعل الثقافة التركية متعددة الجوانب وفيها من أشكال وأنواع ثقافات الشعوب المختلفة، إضافة للإسلام الذي جعلها تنصهر مع الشعوب أيام الخلافة العثمانية، فقويت الروابط بينها وبين شعوب العالم العربي والإسلامي، وهذا مما دفع الحكومة التركية وشعبها إلى الوقوف مع الشعوب المكوبة والمظلومة، وجعلها تبذل قصارى جهدها لنصرة القضايا الإنسانية في مختلف البلدان والشعوب. وأنتقل الآن معكم لموضوع مهم وقضية دينية وأخلاقية، وهي وقوف العلماء والدعاة مع الحق وأهله ودفاعهم عن الحق وأهله. أصحاب الفضيلة، قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. نعم، كل ذلك بلا شك ولا ريب بالحكمة والموعظة الحسنة، فلا معروف بدون معروف ولا إزالة المنكر بمنكر. فإذا كان العلماء على ثغر فلا بد لهم من الاجتماع وتوحيد الكلمة. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أيها العلماء، فباجتماع كلمة العلماء تجتمع الأمة، وباختلاف صفوفهم وقلوبهم تفترق الأمة. وإذا تفرقت صفوفنا نحن كطلبة علم وعلماء ودعاة فسيضيع الشباب الأمة، وسينحرفون وسيسلكون طرق الغي والضلال، إما إلى إلحاد وكفر، وإما إلى غلو وتكفير، وكلاهما طريق هلاك، طريق لهلاك مستقبل أمتنا. فعلينا أيها الإخوة والأساتذة أن نقف متكاتفين وبقوة ضد أفكار التطرف والتشدد التي هي مهلكة لشباب أمتنا وعائق لنهضة شعوبنا وتقدمها. أكرر ترحابي بكم، وأسأل الله عز وجل أن يبارك باجتماعكم، وأن يكون من ورائه اجتماع لكلمة الأمة، وما ذلك على الله بعزيز. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. شكراً للدكتور أحمد غوز، الخبير بالمجلس الأعلى للشؤون الدينية في تركيا. وليس لنا الآن إلا أن نقتبس من نور مصر قبس النور المصري، يحمله بيننا دكتور وصفي عاشور، فليتفضل لإلقاء كلمته، ونرجو المعذرة على التأخير في تقديمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد، خير ما أحييكم به أيها الإخوة الكرام تحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأحيي معالي فضيلة الدكتور مسنى حارس الضاري والسادة العلماء، وأشكر الدكتور نواف تكروري الذي اعتذر عن تأخري، و أكمل على كلماته الطيبة. فمصر كما لا يخفى عليكم آخر أحداث فيها هو وفاة الرئيس الدكتور محمد مرسي، تقبله الله في الشهداء. هذا الرئيس الذي جاء في وقت غير ملائم وحمل قضايا أمته، وصيحاته في المحافل الدولية وداخل مصر في المناشط المختلفة لقضايا أمته مشهورة غير منكورة، فهو الذي قال: لن نترك غزة وحدها، وهو الذي قال: لبيك يا سوريا، وهو الذي وقف
قبل الرئاسات وقبل كل هذا في عام 2003 حينما اجتمع كل فصائل الشعب المصري الفكرية والسياسية في استاد القاهرة في مارس 2003 يوم أن أغارت أمريكا على العراق، وكانت له كلمة في ذلك اليوم، وكل الفصائل السياسية قالت، وهي مظاهرة في استاد القاهرة لم أشهد مثلها في حياتي، تضامناً مع الشعب العراقي ضد العدوان الأمريكي. ونظراً لهذا الاهتمام منه بهذه القضايا المتنوعة، قضايا أمته وقضايا ملته، فقد تجاوب معه العالم كله بقدر ما اهتم هو بقضايا العالم وقضايا الإسلام والمسلمين، حيث منع من الصلاة عليه صلاة عادية ودفن كما تبعتم، ولكن العالم كله قد صلى عليه من أقصى الدنيا إلى أقصاها ومن أدناها إلى أدناها. تقبله الله في الشهداء وجعل دماءه لعنة على قاتليه وناراً تحرقهم ونوراً يضيء السبيل أمام العاملين وأمام العلماء وأمام القوى السياسية المختلفة التي بدأت الآن في حوارات وفي خطوات نحو التنسيق والتجميع للتعامل مع القضية المصرية. ثم أريد أن أسمن الدور الذي تقوم به هيئة علماء المسلمين في العراق. هذه الهيئة المباركة التي تتبنى خطاباً وسطياً ولا تنكفئ فقط على قضاياها التي تختص بالعراق، وإنما تنفتح على حمل هموم قضايا الأمة، فتحدثت عن سوريا وتحدثت عن فلسطين وأقامت محافل ومناشط لكثير جداً من قضايا الأمة، وهي تقوم في هذا نموذجاً يحتذى للعمل العلمائي الذي يهتم بالشأن العام ولا ينكفئ فقط على القضايا الوطنية. نحن أيها الإخوة الكرام نريد أن نتجاوز هذه الحدود الجغرافية، ونريد من العلماء أن يكونوا طليعة لهذه المعاني، يرسخوا معاني الأمة ويهتموا بقضايا الأمة ويناقشوا قضايا الأمة بحيث يتحقق فيهم قول الله سبحانه وتعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. نسأل الله تعالى لهذه الهيئة المباركة الطيبة الفاعلة والناشطة أن يكلل هذا المؤتمر بالنجاح والتوفيق والتفوق لما فيه خير البلاد والعباد إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. شكراً للدكتور وصفي عاشور على كلماته الطيبة. شعر الموقف توثيق موزون مقفى تحتاجه الشعوب وتحتفي به التجمعات، مع قصيدة للشاعر حارث الأزدي، فليتفضل مشكوراً. السلام عليكم ورحمة الله. كتبت ومحوت، ثم كتبت وشطبت، ثم كتبت وقرأت، ولم أشطب ولم أحذف، فليس لي إلا أن أقرأ النص كاملا. قصيدتي بعنوان رأي ورؤية. إذا كنت ذا رأي فكن متفردا، لعلك تهدي من يعيش ترددا. لماذا إذا قلت الحقيقة ينبري يناوئني الموتور يمثل حاقدا، تجلى أمامي شيخنا بمقامه وأطلقت أفكاري لأصبح ناقدا. الإشارة هنا للشيخ حارث الضاري رحمه الله. ودار حديث بيننا بمودة، وصار سؤالي كيف كنت مهددا، وهل كنت تدري أن دربك هيئة ومن سار فيها قد يكون مطاردا.
فقال: إليك الآن بعض حكايتي، فهذا طريقي أن تبعت محمدا. إذا كان هندي يصوم لقومه فما بال من فقد العراق معاندا. أنزهد في هذا العراق وفخرنا بجمجمة الأبطال كان مسيدا. فيا ولدي، هذه نصيحة حارث رحم الله الشيخ حارث، فخذها وقل: ها قد أسرت طرائدا، وحسبك في سوح الحياة محجة، إذا رمت تحيا أن تكون ممجدا. وحسبك في سوح الحياة محجة، إذا رمت تحيا أن تكون ممجدا. وإياك أن تسقى بغير نقائها، فمن يدرك الأنوار يسمو به المدى. وكل يداري النار حول رغيفه، وما أحد رد الدعي إذا عدا. وإن أنت أخلصت النصيحة في الورى، فجرد لوجه الشر سيفا مجردا، وداوي الرؤوس المثقلات بجهلها، وحسبك أن تبقى أمينا مسددا. فإن أنت بصرت الجهول بجهله، وأيقظت فيهم من ينام مبردا، تزينت الأيام تمنح جودها، وقد صار فيهم من يقاد مسودا. فهل نترك الأخطاء تذهب هكذا؟ فحق بدون الحزم لن يتجدد. فمن صير المهذار سيد قومه، ومن نصب العلج الجهول مكايدا، فهذا جهول لا يعي كيف يهتدي، وقد صار هذا للمروءة فاقدا. فإياك إياك التساهل فيهما، وإياك أن يبقى السفيه معربدا. فما لي لا أدعو إلى جمع صفنا، وإن كان فيهم من أراه معاندا. فإن كان قص للأظافر سنة، فقد صار فرضا أن نقص زوائدا. ولا بد يسمو في التجمع قائد، ولا بد للحقد الدفين من الردى. فلملمت هاتيك الجراح مسائلا، أيكون من رام السلامة حاقدا؟ فيا أنت، فيا أنت يا من قدتنا بتفرد، فداك الذي قد بات فيك مسهدا. ويا أيها الجمع المبارك فكره، ويا هيئة الأعلام جئتك شاهدا، ويا أيها الراجون نهضة أمتي، أروني طريق الحق كي يتوطدا. فإن تتركوا رأيي فإني مغادر، وإن تقبلوا قلت النصائح راشدا. فهذا قصيد من طويل بحورنا، أجسده قولا يعاضد ساعدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للشاعر السيد الأستاذ حارث الأزدي على هذه الصورة الشعرية المعبرة والكلمات الجميلة. قبل الختام، كلمة لفضيلة الأمين العام الشيخ الدكتور مثنى حارث الضاري عن أعمال هذا المؤتمر وشعاره، فليتفضل مشكورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته. أتقدم بالشكر الجزيل لجميع إخواني ومشايخي وأساتذتي من الهيئات والروابط الدينية العربية والمسلمة والتركية على تشريفهم لنا في هذا المؤتمر
وفي حفل افتتاحه، وشكري أيضا للحضور الكريم جميعا ولمشايخي وأساتذتي وإخواني في مجلس شورى هيئة علماء المسلمين في العراق. أيها الإخوة، إن شاء الله سبحانه وتعالى لنا أن نلتقي هذه المرة هنا في تركيا بعد أن اجتمعنا قبل سنوات في عمان، وقبلها بسنوات طويلة في دمشق في رحاب مؤتمرنا الأول هناك، والثاني في الأردن، والثالث في تركيا. هذه الرحلة من دمشق إلى عمان إلى تركيا تكفي لوحدها لحكاية الألم التي نعيشها في العراق ويعيشها معنا الآن للأسف إخواننا المسلمين في كثير من بقاع الأرض. من قدر الله سبحانه وتعالى أن نلتقي في هذا المؤتمر بإخوة لنا يخففون من رحلة الألم والمعاناة التي نعيشها والتي يعيشونها هم أيضاً. نجتمع ونلتقي ونتحاور ونتبادل الأفكار ونذكر المآسي والمصائب التي حلت بنا جميعاً، وهذا قدرنا، ولكن لا بد لنا من منهج وعمل كما كان لنا في مؤتمرنا السابق الثاني ثبات وأمل، وقبل ذلك في مؤتمرنا الأول رباط وعطاء. وكل شعار من هذه الشعارات التي رفعناها كان يحكي قصة المرحلة التي كنا فيها في ذلك الوقت. ففي عام 2008 كنا نصاول الاحتلال، نصاول الاحتلال ونقاومه، فكان الشعار الرباط والعطاء، والعطاء هو لا عطاء الجهد فقط والعمل من أجل خدمة العراق والأمة، وإنما عطاء الدم أيضاً، فكم سقط من شهيد من أعضاء الهيئة على مدى هذه السنوات رحمهم الله جميعاً بسلاح القريب وسلاح البعيد أيضاً. أيها الإخوة، ثم انتقلنا إلى المرحلة الثانية بعد وفاة الأمين العام الراحل الشيخ حارث الضاري إلى مرحلة أخرى لنؤكد الثوابت ونبني الأسس السليمة لمرحلة جديدة. فكان الثبات هو عنوان المرحلة، وكان الأمل والهدف، الأمل بالله أولاً، ثم الأمل بأبناء الهيئة، ثم الأمل بالأمة. وها نحن بعد سنوات، بعد أن أفاء الله سبحانه وتعالى علينا بنعمة الثبات ووضوح الرؤية والبناء المؤسسي والاستمرار في المسير على الرغم من كل التحديات والصعاب والمؤامرات، وهذه المرة للأسف من القريب القريب، أقول كان مناسباً لنا أن نجتمع في رحاب هذا المؤتمر تحت هذا العنوان منهج وعمل، لكي نؤكد على ثباتنا على المنهج ونضع القواعد السليمة لتطوير هذا المنهج، ثم نواصل العمل لا لوحدنا هذه المرة وإنما مع إخواننا الآخرين ممن جمعنا الله سبحانه وتعالى بهم في سوح العمل المختلفة، ومنها هذه الساحة. ومن هنا تأتي الجهود التنسيقية مع الروابط والهيئات والجمعيات العلمية والعلمائية العربية والمسلمة والتركية من أجل بلورة موقف موحد في كثير من قضايا الأمة، وهو ما حصل في بيانات ومواقف كثيرة. وإن كانت الأمال أكبر من ذلك نحو عمل مؤسسي كما أشار شيخنا الشيخ أسامة الرفاعي وكما أكد عليه الإخوة في كلماتهم. ومن هنا كانت الهيئة التنسيقية لعلماء الأمة التي نتمنى أن تكون الخطوات القادمة أكثر فاعلية فيها لكي نصل إلى هذا الهدف. فإذا ما فرقتنا الحدود سابقاً والأنظمة والسياسات فمن الغريب أن نفترق الآن. وهنا أعطف على قضية تركستان الشرقية
على هذا الجرح النازف على بوابة المسلمين الشرقية، وأقول أفحمنا الأخ وطالبنا بالكثير وهو قليل بالنسبة إليهم، ولكن إذا تخلت الدول والأنظمة عنهم فمن واجب العلماء أن لا يتخلوا عنهم. وقد يقول قائل: وماذا يفعل العالم؟ أيكتفي ببيان؟ أيكتفي بمظاهرة؟ أيكتفي باعتصام وتجمع وما إلى ذلك؟ هذه كلها واجبات ولكن مجرد فكرة، فلنعدها خيالاً. ماذا لو اجتمعت الهيئات العلمية والدينية هنا في تركيا على سبيل المثال من مختلف الأطياف والأطراف، واتفقت على أن تذهب إلى السفارة الصينية على سبيل المثال لتقول لهم بلسان علماء الأمة: إن لم تنتهي مأساة تركستان فسنصدر فتوى جماعية بإجراءات حازمة، منها مقاطعة الفضاء الصيني. قد يقول بعضهم: هذا حلم وهذا خيال وهذا لن يتحقق، وأنا أعلم تماماً للأسف أنه كخطوات إجرائية قد لا يتحقق، ولكن هل قمنا بهذا الموقف؟ هي مجرد فكرة. فإذاً للعلماء مواقف، للعلماء جهود، للعلماء قدرات كبيرة، ولكن لا ننتبه إليها أو نبخس أنفسنا أحياناً كعلماء وطلبة العلم. فهذه الفكرة هي من وحي هذا اللقاء ومن وحي الكلمات. أحبتي جميعاً، في أدبيات هيئة علماء المسلمين عندما انطلقت أنها كانت تقول دائماً: إذا أكل الرغيف، أستعير العبارة من الدكتور نواف، ستؤكل الأجزاء والأطراف الأخرى، وهذا ما حصل. في بيانات الهيئة ومواقفها ومؤتمراتها وكتاباتها، ولا سيما في خطابات ومواقف أمينها العام الراحل الشيخ حارث الضاري، كان هذا الفكر واضحاً وصريحاً، لم يكتفي بقوله هكذا وإنما حمله إلى الزعماء والرؤساء وجلس معهم ونصحهم وحذرهم وقال لهم: العراق هو الجسر الذي ستعبر إليه كل الفتن إلى المنطقة إن لم تقوموا بواجبكم. وهذا ما حصل، والواقع يشهد والأدلة كثيرة، ولا أحتاج إلى استدلال على هذا الصعيد. وما زالت القصة مرهونة بالعراق، فساحة التداعي والصدام المتوقع إن حصل بين هذا وذاك لا نسميه، ساحتها الأرضية هي العراق، ميدانها هو العراق، حسم كل الأذرع التي دخلت إلى المنطقة خلسة تقطع في العراق ويضرب رأسها في العراق. ولكن ما لي أرى كل الجهود تسعى لدعم العملية السياسية بالعراق التي مكنت لهذا الفساد ومكنت لهذا الشر ومكنت لهذه الفتنة وفتحت أبواب الشر على باقي المناطق. فإذا هذا يجرنا إلى أمر آخر. هيئة علماء المسلمين عندما أنشئت كانت النية هي أن تكون خيمة لكل العلماء في العراق بمختلف توجهاتهم وأفكارهم وخلفياتهم السياسية، وهذا ما حصل. الهيئة منذ أن أنشئت وإلى الآن تضم خمسة اتجاهات فكرية، وهو التقسيم العقلي الموجود في الساحة الإسلامية، لا أظن أن هناك قسما سادسا، كلهم في الهيئة. فمنذ البداية كان الوعي بأن الهيئة ليست رابطة علمية مختصة بهذا الاتجاه وذاك الاتجاه، ومن ثم هي ليست هيئة دينية كما يقولون تقليدية، وإنما هي هيئة شرعية لنحسم هذا الخلاف بين ما هو ديني وما هو شرعي. وإن كان الشيخ عبد الوهاب جزاه الله خيراً أرجعنا إلى الإمام الغزالي الذي عد الفقه من الدنيا. فإذا هيئة شرعية تشتغل بهموم الناس وتعاني السياسة كما تعاني الفقه والعقيدة والتربية والدعوة وما إلى ذلك. وهذه من الخصوصيات التي امتازت بها الهيئة لا لذاتها، وإنما بسبب الوضع الشاب في العراق بعد الاحتلال. وهنا اسمحوا لي أن أقول: الأوضاع في الأمة متشابهة من حيث النتائج والمقدمات، أخطاء فادحة كوارث مأساوية، احتلالات آثار احتلال، ولكن هناك خصوصية في الشأن العراقي هي خصوصية مؤلمة لنا ومتعبة ومجهدة، ولعلكم لاحظتم
أن كم الجهود المبذولة يختلف عن باقي الجهود المبذولة عادة في هيئات علمائية، فقد خرجت عن إطارها المرسوم إلى أطر أخرى عندما لم تجد أحداً يقوم بهذا الواجب، فقامت بهذا الواجب من السياسي إلى الإغاثي وما بينهما. السبب أن الاحتلال الأمريكي للعراق ما زال جاثماً على رقاب العراق، وهذا الاحتلال قسم الشعب والعلماء إلى قسمين، من رضي به ومن لم يرضى. هذا غير موجود في الحالة الفلسطينية، الكل ضد الاحتلال مع اختلافات في المواقف قوة وضعفا. في سوريا غالب أبناء سوريا العزيزة ضد النظام هناك وما يجري في سوريا، وقس على ذلك باقي الأمثلة. عندما نأتي إلى العراق نجد أن هناك عملية سياسية، أن هناك من قبل بها، هناك من تعاون معها، هناك من تعامل معها، هناك من عاد نادما إليها حتى من العلماء وطلبة العلم للأسف. فلا يتوقع أن يجتمع علماء العراق كلهم تحت خيمة واحدة ما دام هذا يرى الموافقة العملية السياسية وهذا لا يراها. هي ليست رأيا سياسيا محليا في بلد ما يمكن التفاهم عليه ويعتبر من قبيل أو يعد من قبيل الاجتهاد الذي لا ينكر على الآخر. فإذا يا إخوتي يا أحبائي يا مشايخي وأساتذتي، هيئة علماء المسلمين إلى الآن تضم كل الاتجاهات الفكرية التي لديها موقف واضح من الاحتلال ومن عمليته السياسية، وكله من خارج الهيئة من الروابط والجمعيات في الداخل وقسم في الخارج، إما مع العملية السياسية أو ساكت عنها لسبب. لا يخرج من هذا إلا بعض علمائنا الكبار الذين لهم مكانتهم الخاصة التي لا يمكن أن تضعهم تحت عنوان معين، وإن كانوا بالمحصلة يحسبون علينا وعلى هذا الخط. ومع ذلك على الرغم من كل هذا مددنا أيدينا للهيئات والروابط والجمعيات الأخرى التي نشأت من تحت خيمة الهيئة، التي خرجت من الهيئة بسبب الآراء السياسية والضغوطات الحزبية للأسف. واجتمعنا مرتين في مكة المكرمة قبل عامين وقلنا لهم فلنتعاون على الأقل في الحد الأدنى، نترك الآراء السياسية ونلتقي على الجوانب الدعوية العلمية الثقافية الإغاثية التي يحتاجها الناس، ولكن ضغوطات السياسة الداخلية، الولاءات الحزبية، الخوف وقد نعذرهم في هذا من التعامل معنا، ثم طلبات الدول العربية، تريد الدول جهة رسمية شرعية توافق على العملية السياسية حتى تتعامل معها، وهذا ما حصل. فتعاملوا مع من تعاملوا. هذه فقط إلماحة لما يجري في العراق. أنتهز فرصة وجود الأساتذة والمشايخ الكرام لإطلاعهم عليها. إخواني وأحبتي، نحن نجتمع اليوم في المؤتمر العام الثالث لهيئة علماء المسلمين لمراجعة المسيرة وتجديد العهد والعزم والنية، نناقش ما مضى وندرس ما سيأتي، وستجري بعون الله أيضا انتخابات لقيادة جديدة للهيئة للأمانة العامة وللأمين العام. وهنا أقول لكل العراقيين والإخوان في الهيئة، نعتذر إليكم عن كل تقصير لمستموه منا طوال السنوات الماضية، وندعو الله سبحانه وتعالى لإخوان الذين سيستلمون المهمة من بعدنا بالتوفيق والسداد، وسنكون لهم جنودا مؤيدين ودافعين لهم للعمل أكثر في خدمة الهيئة والعراق والأمة. مع تأكيد على نقطة مهمة لعلها فرصة أولى أن تلتقوا بالمشايخ الكرام من الدول العربية والمسلمة، ولعلكم الآن استمعتم بأنفسكم منهم لا منا بالواسطة إلى ما تمثله هيئة علماء المسلمين في العالم الإسلامي والاهتمامها وعنايتها بقضايا المسلمين التي هي ثابت من ثوابتها الأساسية. فأتمنى عليكم أن تنقلوا هذه الصورة لإخواننا في الداخل الذين حال بيننا وبينهم
الظالمين. إخواني وأحبتي، لا بد لي أن أختم بالترحم على شهداء الأمة جميعاً في كل مكان، في فلسطين العزيزة، وفي سوريا الغالية، وفي تركستان، وفي اليمن، وفي إريتريا، وفي ليبيا المستهدفة، وفي كل مكان، وفي مصر التي كنا فيها وكان لنا فيها مكتب وعمل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد أبناها إليها، وأن يعيد إليها هدوءها وسكينتها، لتعود كما كانت قائدة ورائدة في عالم الإسلام. فأترحم عليهم جميعا، وأخص منهم الشهيد الدكتور محمد مرسي رحمه الله، الذي التقيته في عام 2007 مع إخوانه رفقة المرحوم محمد مهدي عاكف في لقاء ليعرض لهم مأساة العراق وأوضاع العراق، وكان لقاء مهما في تلك المرحلة لبيان حقيقة ما يجري في العراق. وقد لقيت منهم كل ترحاب وتفهم، وشاء الله سبحانه وتعالى ألا ألتقيها ألا ألتقيه بعد ذلك. فهذه شهادة حق لا بد لنا منها في ظل هذا الموضع، مع التأكيد على أننا في الهيئة نراعي ما أمكن استقرار البلاد الإسلامية، ونحاول ما أمكن على الرغم من مواقف الأنظمة السيئة منا أن نكون حلقة وصل بين هذه الأنظمة وشعوبها إن سمحت هي لنا. ولنا في ذلك محاولات يذكرها الأخوة في سوريا، ولنا محاولات في أماكن أخرى، وأيضاً كانت لنا محاولات في مصر. وأن نحن على استعداد على الرغم من منعنا وعدم استطاعتنا الدخول لمصر أن نبذل كل الجهود الممكنة من أجل أن نعين إخواننا في ذلك. فخصوصية القضية المصرية تقتضي منا جهوداً كبيرة، لأنه قلب العالم العربي الذي يحتاج منا الآن الكثير كما سمعتم من كلمات. وأترحم أخيراً على شهداء العراق جميعاً الذين سقطوا منذ ساعة الاحتلال إلى اللحظة في كل الميادين والسوح، من أبناء المقاومة، من أبناء الشعب. وأختم بشهداء وأعضاء الهيئة الذين توفاهم الله في السنوات الأربع الماضية منذ آخر مؤتمر لنا، وهم الدكتورة نهل الشابندر مسؤولة القسم النسوي في هيئة علماء المسلمين رحمه الله، والدكتور أو الشيخ محمد غانم الصفار عضو فرع الهيئة في الموصل رحمه الله، الذي استشهد مع 34 فردا من عائلته في منزله في القصف الجوي على الموصل، وأيضا الشيخ إياد الحلبوسي رحمه الله، وأخيرا الشيخ الدكتور سليم السلطاني عضو فرع الهيئة في الفرات الأوسط. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن سيتم توزيع الدروع على الضيوف الكرام المتحدثين مع أخذ صورة جماعية لهم. سأنادي بالأسماء، أسماء الضيوف الكرام. الشيخ أسامة الرفاعي فليتفضل. الدكتور نواف تكروري رئيس هيئة علماء فلسطين في الخارج فليتفضل. الشيخ محمد صادق المغلس من علماء اليمن فليتفضل مشكورا. الدكتور وصفي عاشور فليتفضل. الأستاذ محمود محمد مسؤول العلاقات الخارجية في جمعية العلماء التركستانية فليتفضل. الشيخ سامي الساعدي الدكتور حسن سلمان عضو الأمانة العامة لرابطة علماء إريتريا فليتفضل.
الشيخ عبد الوهاب إكينجي رئيس جمعية علماء المسلمين في تركيا، فليتفضل. الأستاذ أحمد أوز الخبير بالمجلس الأعلى للشؤون الدينية في تركيا، فليتفضل. وفي الختام لا يسعني إلا أن أتوجه بشكري واحترامي للسادة الحضور أعضاء وضيوفاً، وشكر موصول للقائمين على هذا المؤتمر. آملين أن نلقاكم في ملتقيات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.